السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام المفترجة، أيام عيد الأضحى، نرى ونشاهد مشاهد لفيضانات مدمرة وقاتلة في أوروبا، وقد جمعت لكم بعض المشاهد لهذه المأساة التي يعاني منها الأوروبيين، ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به، auch Fotos davon, aber nicht, wenn da irgendwas noch, ne? لا حول ولا قوة إلا بالله. دول غربي أوروبا تغرق، فيضانات وأمطار وعواصف، واقع مرير تشهده بعض المناطق في ألمانيا وبلجيكا وهولندا وحتى سويسرا إثر العواصف الصيفية غير المسبوقة التي ضربت المنطقة خلال الأيام الماضية. تسببت الفيضانات بوفاة العشرات وفقدان أكثر من 1300 شخص وتهجير الآلاف، كما خلفت أضراراً جسيمة في البنية التحتية والمباني والشوارع. توفي كثيرون، لا تتوقع أن يموت الناس من الفيضانات في ألمانيا، ربما في دول أخرى لكن ليس هنا. الأمور حصلت بسرعة كبيرة. تعد الفيضانات غربي أوروبا من بين الأسوأ منذ سنوات، مع إعلان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن كمية الأمطار التي تساقطت في غضون يومين توازي ما يتساقط عادة في شهرين. وعلى الرغم من انحسار المياه في معظم المناطق المتضررة، إلا أن المسؤولين يخشون العثور على جثث لأشخاص علقوا في السيارات والشاحنات التي انجرفت. وفي مساع لمحاولة إنقاذ السكان، بدأ عناصر الجيش الهولندي بصف أكياس الرمل على مسافة أكثر من كيلومتر طوال نهر الموز، كما ساعدت الشرطة على إجلاء السكان من الأحياء المنخفضة عن سطح الأرض. أما رئيس الوزراء الهولندي لتصريف الأعمال فأعلن أن الحكومة ستعتبر المناطق الجنوبية المتضررة منكوبة، مما يخول أصحاب المتاجر والسكان الحصول على تعويضات مالية. أثارت الكارثة الطبيعية الأخيرة غربي أوروبا حفيظة العالم، لا سيما أن المنطقة كانت قد شهدت خلال السنتين الماضيتين موجات حر وارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة. Thank you.
انهيار هذا الجسر مجرد جزء من الدمار الذي خلفه الفيضان في بلدة شولت غربي ألمانيا، والخسائر البشرية هي الأسوأ التي تشهدها البلاد منذ أعوام. تضررت بلدات ألمانية بشدة وتحول كثير من منازلها إلى حطام، وذلك بعد أن اجتاحت فيضانات الأنهار البلدات والقرى في ولايتي نورث راين وستفاليا وراينلاند باليتينيت، ليصل حجم الدمار في إحدى الولايتين إلى تدمير البنية التحتية بالكامل وانهيار شبكات الاتصال. أما عن أعداد المفقودين فقد تجاوزت 1200 شخص. في الساعة 11:30 مساء لم يكن هناك سوى القليل من الماء، ولكن على نحو الساعة 1 صباحا تبدل كل شيء. غمرت المياه منزلنا ومكاتبنا ومنازل جيراننا، فالأمر حدث بشكل سريع للغاية. كارثة ومأساة مثل ما وصفت المستشارة الألمانية تطورات في البلاد، وتعهدت خلال زيارتها إلى واشنطن بأن تقوم الدولة بكل ما يلزم لمساعدة المتضررين. هذه أيام مروعة لسكان المناطق التي غمرتها الفيضانات. عليكم أن تثقوا في أن جميع جهود البلاد على المستوى الفيدرالي والمحلي ستعمل كل ما هو ممكن لإنقاذ الأرواح وتجنب الخطر وتخفيف المشقة حتى في ظل أصعب الظروف. الفيضانات تجاوزت ألمانيا ووصلت إلى جاراتها بلجيكا وهولندا، وهناك الوضع لم يكن أقل سوءاً، ففي بلجيكا أعداد الوفيات في ارتفاع في مقاطعة والونيا، وانقطع التيار الكهربائي عن 21,000 شخص، ولا يتوقع إصلاح الأزمة سريعاً نتيجة استحالة الوصول إلى 300 نقطة توزيع للكهرباء. انهيار هذا الجسر مجرد جزء من الدمار الذي خلفه الفيضان في بلدة شولت غربي ألمانيا، والخسائر البشرية هي الأسوأ التي تشهدها البلاد منذ أعوام. تضررت بلدات ألمانية بشدة وتحول كثير من منازلها إلى حطام، وذلك بعد أن اجتاحت فيضانات الأنهار البلدات والقرى في ولايتي نورث راين وستفاليا وراينلاند باليتينيت، ليصل حجم الدمار في إحدى الولايتين إلى تدمير البنية التحتية بالكامل وانهيار شبكات الاتصال. أما عن أعداد المفقودين فقد تجاوزت 1200 شخص. في الساعة دول غربي أوروبا تغرق، فيضانات وأمطار وعواصف، واقع مرير تشهده بعض المناطق في ألمانيا وبلجيكا وهولندا وحتى سويسرا إثر العواصف الصيفية غير المسبوقة التي ضربت المنطقة خلال الأيام الماضية. تسببت الفيضانات بوفاة العشرات وفقدان أكثر من 1300 شخص وتهجير الآلاف، كما خلفت أضراراً جسيمة في البنية التحتية والمباني والشوارع.
لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به.